مساء الخير، هنشرح النهاردة مع بعضينا الكتاب الجديد الخاص بالمؤسسة، أحدث كتب أو أحدث منتجات المؤسسة، اللي هو كتاب تنمية المهارات المعرفية. زي ما أنتم شايفين كده بالظبط، الكتاب هم عبارة عن جزئين، كتاب كبير وفي كتاب صغير. ناخد فكرة كده عنه. هو الكتاب ده عن تنمية المهارات، واخد 10 مفاهيم، يعني واخد 10 مهارات نطلعها كده من الفهرس عشان يعني نشتغل على الكتاب. زي ما شايفين ال10 مهارات ايه هي. في الاول طبعا في مقدمه عن طريقه العمل بالكتاب. هتلاقوا فيه زي ما انتم شايفين اجزاء الجسم، 2 الالوان، 3 الاشكال الهندسيه، 4 فوق وتحت، 5 كبير وصغير، 6 طويل وقصير، 7 مفهوم التناظر، 8 مفهوم التصنيف، 9 مفهوم التسلسل، و10 مفهوم يمين وشمال. معمول زي ما شايفين الكتاب الكبير ده نقدر نسميه دليل المعلم او دليل المعلم، وده ممكن نعتبره دليل الطفل او دليل ولي الامر، ده اللي بيشتغل فيه الطفل يعني، وده اللي احنا بنشتغله مع الطفل يعني. طب عباره عن ايه برضو الكتاب؟ زي ما احنا شايفين ناخد مثال كده بيه. انت بتقيم الطفل مثلا، وبعد ما بتقيمه في ال10 مهارات لقيت ان الولد ده مثلا ضعيف في هدف يمين وشمال. فنجيب الكتاب ونشوف الفهرس ونشوف هدف يمين وشمال فين. هنلاقي مثلا هو رقم 159، نقلب لغايه لما نجيب صفحه 159 اهي. هتلاقوا اهو رقم 10، مفهوم رقم 10، انشطه التعليم يمين وشمال. هتلاقوا في الاول كاتبين لك شويه، عامل لك شويه حاجات كده اسمها يعني حاجات تخلي بالك منها وانت بتشتغل مع الطفل. الهدف يمين وشمال يعني مثلا اهميه الهدف ايه؟ مثلا زي روشتة. يعني ايه روشتة؟ يعني انت مثلا الشغل على الاول على الايد، الشغل على الايد والرجل والعين. نبدا بالايد، بعد كده الايد والرجل، وبعد كده الايد والرجل والعين. وفي شويه حاجات هنا مثلا احذر منها. يعني احذر مثلا انك تبدا تعليم الطفل المهاره دي على المرايه. احذر انك تعلمها للطفل قبل ما يتعلم اجزاء الجسم والتوازن. يعني ما ينفعش نعلم طفل يمين وشمال وعنده لسه مشكله في اجزاء الجسم او التوازن وهكذا يعني. وبعد كده في شويه حاجات مساعده، وبعد كده نقطه البدايه بتاعت الهدف ده ان الطفل يكون عارف اجزاء الجسم ويكون عارف مفهوم فوق وتحت اجزاء الجسم، عشان الواحد يكون عنده وعي بجسمه، وفوق وتحت باعتباره اول هدف في مفاهيم الاتجاهات. بعد كده هتلاقي كتاب كله الوان، بعض الملاحظات الهامه قبل تدريب الطفل على مهاره معرفه اليمين والشمال. زي ما شايفين مشروحه بالتفصيل. وبعد كده نبدا بقى الانشطه. يعني مثلا ده النشاط الاول، اهو بص ده نشاط اسمه نشاط الشوط. بصوا انا الهدف ان يعرف الطفل مفهوم يمين وشمال على جسمه، يعني ده اول مهاره حاجه بنعلمها الاولاد. ايه هي الادوات؟ هي هدف عدد 2 باسكت، عدد كرات صغيره كثيره. الشرح، يقوم المدرب بشرح الفكره للطفل ويقول له هنا في باسكت مليان كرات والمطلوب مننا يعني. كل شيء معمول بالتفصيل، وفي كمان رسومات زي ما شايفين. وبعد كده بعد النشاط ما بيخلص في ملاحظات على كل نشاط. وبعد كده كمان ادي نشاط 2 اسم المربعات، كتاب ان شاء الله يعجبكم، ونشاط رقم مثلا 3 اللي هو نشاط خط السير وهكذا. الكتاب ده واخد كل المهارات. عارفين لما بنعلم الولد المهارات ال10 بنعلمها الاول على جسمه، يعني لازم يعرف الاول يمين وشمال على جسمه هو، بعد كده يعرف يمين وشمال على الاخر. الاخر ده سواء بقى المستر او بابا او ماما او اخواته او زمايله، او الاخر ده ممكن يكون دبدوب، يكون عروسه. وبعد كده اخر مرحله اللي هو يعرف مفهوم يمين وشمال على الرمز يعني. لما نشوف مكتوب بالتفصيل، بص كل دي افكار وانشطه لهدف يمين وشمال. وهتلاقوا كل هدف كمان معمول له، بصوا كل هدف كمان هتلاقوا معمول له في الاخر، مش عشان بشرح وماسك الموبايل بايدي يعني وشغال بيه التاني. هتلاقوا كل هدف ليه في الاخر كده حاجه اسمها توصيات خاصه بولي الامر، يعني نقول ولي الامر يعمل ايه مع الولد يعني. فبصوا دي زي افكار تصلح للمنزل يعني، خاصه بهدف يمين وشمال. كل هدف من ال10 10 مهارات ليه جزء خاص بنعمله ازاي في البيت يعني. ده الجزء اللي هو الخاص بال دليل المعلم. انشطه مش ورق عمل يعني، انشطه يعني يقول لك تعمل ايه بالتفصيل مع الطفل جوه الجلسه يعني. خلصنا هدف يمين وشمال على جسمه وعلى الاخر، نبدا بقى على مرحله الرمز. فنجيب الكتاب الايه الصغير، وده معمول بنظام اكتب وامسح. نقعد نقلب لغايه لما هنلاقي مكتوب كده عنوان اهو، زي ما انتم شايفين فوق هنا عنوان اسمه اجزاء 10 يمين وليه واليمين واليسار، وكل حاجه ليها ورق، والولد يقدر يشطب ويمسح ويشتغل تاني. ممكن يشتغلها مع طفل تاني لو انت مدرس يعني. مثلا هنا اين يد البنت اليسرى او اليمنى، اين قدم البنت اليسرى او اليمنى، وبيشاور. ممكن برضو العين، نفس الحكايه هنا، صور متعدده ولاد وبنات،
نفس الشيء، ان هنا مثلا الولد ماسك المايك بانهي ايد، البنت هنا ماسكه المايك بانهي ايد، الولد هنا بيسلم على البنت بانهي ايد، ايه هي الايد اللي ما بتسلمش على البنت، نقدر نشتغل بيها زي ما احنا عاوزين. يعني هنا زي ما انتم شايفين لون مثلا بالاحمر الشمع اللي محطوط على يمين الترابيزه، لون مثلا بلون كذا الشمع الموجود على شمال الترابيزه، وهكذا. هنا مثلا فين هنا الولد اللي بيجري يمين، فين هنا الولد اللي بيجري شمال. أنشطة حلوة أو نقدر نشتغلها مع أولادنا بشكل جميل. يعني كل هدف، دي هنا مثلا دي في بنت، البنت دي فين، إيه أسماء الحاجات اللي موجودة على يمينها، إيه الأسماء الحاجات اللي موجودة على شمالها. نفس الحكاية الولد هنا يمين وشمال، أصل لما غيرنا وضع الجسم تتغير الخامة. كله معمول بالشكل ده زي ما انتم شايفين، المفاهيم العشرة. بصوا متهيألي آخر حاجة إيه كمان؟ آخر حاجة أهي، يعني مثلا نقول له نمسك القلم واكتب مثلا، مثلا هنا حط نقطة فوق، حط نقطة تحت، حط حرف ألف على يمين الشكل ده، حرف ب على شمال الشكل ده، يعني بحيث إن الولد يقدر يعرف يمين وشمال. هدف يمين وشمال في الأول وفي الآخر بنعمله عشان الطفل في المستقبل في الأكاديمي وفي المدرسة يقدر إن هو ما يقعش في المشكلة بتاعت عكس الحروف. بصوا الكتابة ده فوق وتحت زي ما أنتم شايفين، الحاجات اللي فوق الحاجات اللي تحت، حاجات كويسه. كتابين زي ما انتم شايفين، تنميه المهارات المعرفيه، العشر مهارات. العشر مهارات دي واقعيا للاطفال من سن 3 سنين لست سنين، عشان هدف يمين وشمال ده على الجسم بيبدا في سن 6 سنين، لكن ممكن ده للاطفال الطبيعيين. الاطفال اللي عندهم تاخر ممكن توصل معاهم ل 10 سنين، حتى لو طفل ما عندوش تاخر بس يعني وماشي طبيعي، بس ممكن تلاقيها مهاره من العشره لسه ما اكتسبهاش كويس، ممكن نشتغلها. الكتب مليانه انشطه زي ما انتم شايفين، انشطه بقى، يعني تعرفك انت هتعمل ايه جوه الجلسه. الكتاب موجود في مؤسسه طريق النجاح، اعداد ايمن عبد الله بشير، الكتابين هم معمولين. التكلفه مش بنقولها في الفيديو عشان تعرفين، ممكن الاسعار ممكن مره تزيد، ممكن مره تزيد، هي ما بتقلش خالص، فنقدر في البوستات نتابع ده. شكرا لكم، والى اللقاء مع شرح كتاب تاني. شكرا.